كنت شفت فيلم يوم يوم الدين الدين. اللي بيتكلم على مرض الجذام. يعني ايه مرض الجذام هو في طبعا ده دقيقة يا دكتور؟ لان احنا وقتنا للاسف فيلم أح على طول في دقيقة واحدة. هو يعني الصراحة فيلم عظيم يعني. ليه؟ طبي كمان. يعني ايه طبي؟ هو البطل مريض جذام بالظبط. نمرة واحد. الجذام معدي؟ دي أسئلة مهمة للناس. هو نوع من الجذام معدي اللي هو بنسميه open case of libromatous leprosy. في نوع من الجذام العقدي اللي هو البطل الفيلم عنده الجذام ده. ده معدي، كان معدي، لكن ال WHO عملت ريجيمن قضت على الجذام في العالم كله. والواحد يعرف قيمتهم من كده. في أدوية من اللي بياخدوها في مستعمرة متخليهوش معدي، وفي أدوية تانية ما بتعالجه هو، لكن التانية ضروري تتاخد جوه بقه علشان نضمن انه ما يعديش حد.